ماكو شك انه العراق بلد الفساد والفاسدين، وماكو شك ايضا انه العراق هو الدولة الاكثر اصدارا لقوانين مكافحة الفساد. شنو مبرر هالمدخل السوداوي؟ المبرر هو مشروع القانون اللي قدمه رئيس الجمهورية اليوم الى البرلمان بعنوان مشروع قانون استرداد عائدات الفساد. يا طلاب ما تخلص، يومية قانون وكل اسبوع لجنة وكل قبض ماكو. يا قوانين يا معودين، ليش يا مشكلتنا بالقوانين؟ لو باللي يحترم القانون وينفذه، واللي ما يصدق خلي يراجع ذاكرته ويحصي عدد المؤسسات الرقابية بالعراق، ابتداء من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومرورا بلجنة النزاهة النيابية، وليس انتهاءا بالمجالس واللجان اللي شكلتها الحكومات لمطاردة الفاسدين، وتاليها الفاسدين قاعدين بقصورهم يتفرجون ويضحكون، لأنه حتى هاي اللجان مخترقيها، وكل هاي المؤسسات هم مسويها وتشتغل بناء على توجيهاتهم. وهذا يعني أنه الخلل مو بالتشريعات ولا بالجهات اللي تنفذها، وإنما هناك منظومة فساد داخل النظام يحميها النظام نفسه ويعتاش عليها. وش حد اللي يقدر يجيب مسؤول فاسد ويخليه خلف القضبان ما دام مسنود من إقطاعية سياسية تشكل جزء مهم من هذا النظام؟ مع هذا خلنا نحسن الظن ونسأل عن تفاصيل مشروع القانون الجديد. التفاصيل مو هواي. القانون إذا نقرب مجلس النواب راح يتطبق على جميع مسؤولي الدولة العراقية اللي استلموا مناصب عليا بمجالات بيها دبقة مال فساد، ومن سنة 2004 وحتى الآن من درجة مدير عام فما فوق. وفقاً لمشروع القانون، الجهات المالية المختصة راح تعد قائمة موثقة بشاغلي تلك المناصب خلال 17 السنة الماضية لاسترداد نتاج عمليات الفساد من أموال وممتلكات جرمية يمكن تتبعها والعثور عليها داخل العراق أو خارجه. الخطوة الأساسية تشترك بها هيئة النزاهة مع البنك المركزي. الهيئة تزود البنك بأسماء شاغلي هاي المناصب العليا وأفراد أسرهم وحتى الأشخاص اللي إلهم صلة وثيقة بيهم. وهالموضوع لازم يتم خلال 3 أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. وراها البنك المركزي يعمم القوائم على المؤسسات المالية لإجراء التدقيقات عليها وتقصي مصادر الأموال، وعلى شاغلي المناصب العليا تقديم إقرار خطي خلال 2 شهر بتخويل هيئة النزاهة والمحاكم العراقية بطلب المعلومات من الدول اللي عندهم بيها حسابات مصرفية، وهذا معناه إقرارهم برفع السرية عن أرصدتهم للجهات الرسمية، وإذا ما سووا هذا الإجراء يعتبرون مستقلين من وظائفهم. حلو وخوش فرمان. وإذا تشرع هذا القانون وتطبق بحذافيره راح يسوي هزة كبيرة بالفساد والفاسدين. بس خاف تاليها هذا القانون يصير مثل سالفة الدبش اللي فلت بالدخل، ومن تجي الناس تطالب بحقها النظام والمنظومة تجاوب الناس وهي تضحك، روحوا قبضوا فلوسكم من دبش.